فاليتيم أحبتي في الله لا فرق بين يتيم مسلم أو غير مسلم، فالكل عند الله سواء. وعندما نبه رب العزة جل وعلا عن اليتيم لم يخص المؤمن أو غير المؤمن أو المسلم وغير المسلم، بل ذكر اليتيم في كتاب الله جل وعلا صراحة لكل بني آدم، لكل المخلوقات على الأرض أو في باطن الأرض ذكر لفظ اليتيم لكل مخلوق على وجه الأرض سواء كان مسلما أو غير مسلما. لذلك عندما يقول رب العزة جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر، يخص بها كل الأيتام، ليس يتيما مسلما، بل إن كان يهوديا أو مسيحيا أو على أي عقيدة أخرى فيجب ألا ننهر اليتيم وأن نعامله بما يليق بآدميته، بأنه مثلنا، بأنه نزل مثلما نزلنا، بأنه يأكل ويشرب كما نأكل ونشرب، هو إنسان لا أزيد عنه إلا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. إذن أحبتي في الله، يجب علينا أن نعرف جيدا أن اليتيم في كتاب الله هو كل مخلوق خلقه المولى جل وعلا. فأما اليتيم فلا تقهر، ويقول أيضا سبحانه وتعالى ليعرفنا كيف يكون العدل بين اليتامى في الإنفاق أيضا عن اليتامى. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ويقول أيضا سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه أي حب المولى جل وعلا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وآتى المال على حبه، على حب رب العزة جل وعلا أو على كثرة حبه للمال، إلا أنه يعطي للفقير ولليتيم وللمسكين ولغيرهم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وكذلك أيضا ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في كام آية حتى يتم الإنفاق على اليتامى، حتى نحقق لهم ما يتمنون وما يرجون من الله جل وعلا. انظر إلى اليتيم اليوم،